مشاهدينا الكرام، للحديث عن استمرار انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى والدعوات للاقتحام في ذكرى نكسة حزيران، معنا من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ محمد مشينش. أهلا بكم أستاذ محمد. أهلا وسهلا، حياكم الله. بداية، لماذا تصر سلطات الاحتلال على الاستمرار باقتحام المسجد الأقصى وتصعيد هذه الاقتحامات بالتزامن مع ذكرى النكسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الكيان الصهيوني يعني يسير وفق برنامج ونهج ومخطط أعد له مسبقا، وهو الآن وفق ما يزعمه من أباطيل وخزعبلات يعتقدون بأن الوقت قد حان لأجل أن يتم إجراء بناء الهيكل أو الشروع في الطقوس التوراتية التي هم حقيقة يكذبون بأنها موجودة في التوراة وهي كلها كاذب وأباطيل. وبالتالي القوى المتطرفة في الكيان الصهيوني التي تمثلها الحكومة الحالية، حكومة بنت، هي التي تسير بهذه الخطوات وتسعى لأجل فرض أمر واقع في المسجد الأقصى مبني على التقسيم الزماني والتقسيم المكاني. وحقيقة نحن نستذكر بمثل هذا اليوم نكسة العرب في حرب 67، عندما واجه الكيان الصهيوني الجيوش العربية مجتمعة وللأسف خسرت المعركة. اليوم الوضع يختلف تماما. اليوم أهل القدس صامدون، باقون في أماكنهم. اليوم المقاومة تجبر الكيان الصهيوني على قواعد اشتباك جديدة، تجبره على سياسات وضوابط مختلفة عما سبق في عام 67. الحقيقة أن الأجواء، لا نريد أن نقول أن الكيان يعني يستجيب بشكل كلي للمقاومة، ولكنه لا يستطيع اليوم أن يأخذ يعني براحته أن يفعل ما يريد في المسجد الأقصى. يختلف الأمر تماما عن 67. طيب، لكن هناك نقطة أستاذ محمد، يعني أمام هذا التصعيد الذي نشاهده اليوم، ماذا تبقى من حل الدولتين وسط إصرار الاحتلال على تسريع ضم مستوطنات في منطقة E1؟ سيدي، حل الدولتين أصلا الكيان الصهيوني لا يعترف به، وهو أصلا حل حتى المناضلين والمجاهدين الفلسطينيين لم يعترفوا به أصلا، لأن هذا الوطن هو للفلسطينيين وللمسلمين وللعرب، ولا يمكن أن يقبل بأن يتم التنازل عن 78% من أرض فلسطين لهذا الكيان الغاصب. رغم ذلك، رغم أن هناك من قبل ووقع على اتفاقيات أوسلو المشؤومة، إلا أن هذا الكيان الصهيوني كما قال المقبور شارون أنه لا يعني استنادا إلى المبادرة العربية 2002، قال أنها لا تستحق الحبر الذي كتبت به، بمعنى أن الكيان الصهيوني لا يريد لا يعطي شيئا. هذا الكيان لا يفهم إلا لغة واحدة، هي لغة القوة. وما أخذ بالقوة لا يسترد بالقوة. اليوم هذا المشروع رغم أن أمريكا وأوروبا تريد أن تنفخ فيه الروح، ولكن لا يمكن أن يحقق على الأرض. لا أحد يصدق هذا الكيان. ليس فقط الولايات المتحدة والأمم المتحدة، اليوم الجامعة العربية أيضا طالبت مجلس الأمن الدولي بإلزام سلطات الاحتلال بالانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة لغاية حدود 67. يعني اليوم الجامعة العربية تقول بأن حدودكم حدود 67، ما تعليقك؟ فليقول من يقول وليصرح من يصرح. أنا أسألك، العملية الواحدة التي ينفذها شاب فلسطيني عشريني ولد بعد اتفاق أوسلو، هؤلاء الشباب اليوم بجهودهم الذاتية، بطاقاتهم الفردية، بصدورهم العارية، ينزلوا إلى الأرض المحتلة ويأخذ سلاحا من محتل صهيوني غاصب، ثم ينفذ عملية في داخل الأرض المحتلة ليقول للمحتل أنك هذا المكان ليس لك، أن هذا المكان له شعب ويقاوم من أجله. فليصرح من يصرح. اليوم كل هذه التصريحات وكل هذه المشاريع كلها تتلاشى أمام عملية بطولية واحدة يقوم بها شاب فلسطيني مجاهد مناضل آمن بأن قضيته قضية شرف وعز وكرامة، وأن الله سبحانه وتعالى ناصره. وبالتالي فليصرح من يصرح. طيب، كل هذه التصريحات، ونحن نستذكر نستذكر في 36 عندما قامت الثورة الفلسطينية الكبرى، الذي أوقفها للأسف كانت هي جهود أيضا عربية لأجل أن توقف هذه المظاهرات.
أستاذ محمد، يعني أود أن أستثمر الوقت مع حضرتك في كثير من الأسئلة. في القدس هذه الهبة الشعبية الفلسطينية، ما دوركم بصفتكم فلسطينية الخارج بدعمها مع تراجع الموقف الرسمي السياسي الفلسطيني الآن، ليس فقط الموقف العربي بل أيضا من يعني حكومة رام الله؟ إلى أي مدى مهم إعادة بناء البيت الداخلي الفلسطيني اليوم؟ سيدي، اليوم لا صوت يعلو فوق صوت المقاومة، الكل بما فيهم أهلنا في 48 والضفة والقطاع والقدس كلهم اليوم ينشدون باسم المقاومة، والكل يقول ويناشد قائد أركان المقاومة الفلسطينية أبو خالد الضيف ويقول له حط السيف إقبال السيف، إحنا جنود محمد ضيف. هذا الشعار وهذه الأهزوجة كما يقال يرددها الشعب الفلسطيني في كل ربوع فلسطين، وحتى أهلنا الفلسطينيين في الخارج كلنا رأينا كيف أن هناك حتى تبدل في المزاج العالمي تجاه قضية فلسطين، وحتى أبناء شعبنا الفلسطيني المنتشرين في كل العالم رأينا كيف بذلوا جهدا هائلا أثناء عملية سيف القدس في العام الماضي، وكيف استطاعوا أن يحشدوا جهود العالم كله وأن ينقلوا السردية الفلسطينية إلى كل العالم. وحقيقة يعني ألا تعتقد أن دور الحكومة الفلسطينية برأيك معرقل للمحاولات المستمرة من أجل الخلاص من الاحتلال، من أجل محاولة إزعاجه بعمليات نوعية في حين وآخر؟ يعني هل تعتقد بأن موقف حكومة محمود عباس سلبي تجاه القضية الفلسطينية؟ يا سيدي، حكومة رام الله يعني هي التي حكمت على نفسها بهذه العزلة التي تعيشها قبل عملية سيف القدس بإلغائها للانتخابات الفلسطينية التشريعية والبرلمانية، وبالتالي هي عزلت نفسها تماما عن الشعب الفلسطيني الذي كله اليوم متوحد خلف المقاومة، وبالتالي أي مشروع وأي طرح لا ينسجم مع طرح إعادة الحقوق الفلسطينية وتوحيد الجهود تجاه المقاومة بكل أشكالها لا يمكن أن يجد هذا القبول. اليوم كل شعبنا الفلسطيني بكل أصنافه بكل أطيافه متوحد خلف المقاومة، لا يمكن أن يقبل اليوم مع هذه الجهود التي تبذل وهذه الدماء التي تستسيل من أبناء شعبنا أن يكون هناك من يطرح طرح يعيدنا إلى مربع أوسلو، هذا غير مقبول. الكل اليوم يريد أن يحرر فلسطين كاملة بكل من بحرها إلى نهرها. من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ محمد مشينش، شكرا جزيلا لك.